الشرطة سبقتني. شو هالحظ؟ كنت حابب شوف وشه لأخي بس تأخرت. شكراً كتير. اليوم أنت اشتغلت شغلنا. لو كانوا كل الرجال بيبادروا مثلك كانت بلدنا هلأ بألف خير بدون أي مشاكل. يسلموا إيديك. عملت واجبي. رفيقي بهاللحظة واقف قدامي. صار لي 20 سنة ناطرة هاللحظة. حبيبي شان واقف على بعد خطوات مني، جاي عبالي عنه وأحكي معه. المشكلة ما بقدر أعمل هيك. شو أخي؟ لا والله أبضاي عم تضرب اثنين، وكل هاد مشان بنت. تعرف أنا عن جد فخور فيك، بس قلي مين هي هالبنت؟ ما بعرف. ما بتعرف وعم تساعدها؟ ما عملت غير واجبي. المرة كانت بحاجة مساعدة، مو بالضرورة لازم أعرفها أو أعرف من أي عائلة أو بنت مين حتى أعمل هيك. يعني ما بساعد مرة إذا ما بعرفها؟ أهلي ما ربوني بهي الطريقة. استنى 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 أخي لحظة، لا تعصب، أنا ما قصدت اللي عم تقوله. عم قلك بس نقابلها. أنا ما عم قلك فوت معها بعلاقة حب أو شي. إذا ما عجبتك بتقدر إنه تشوفها مرة تانية. نحن ما منصادق إلا اللي من مستوانا، ومنلتقي بس مع اللي إلهم مكانة اجتماعية. هي الشغلة بعمرك ما تنساها. عائلة مازومدار هي من أهم العائلات على مستوى البلد. امشي أخي. شو؟ أنت ليكون لا تكون بتخجل بالتعامل مع البنات، ولا في شي وأنا لهلأ ما بعرفه؟ لا لا، حتى لو كان هيك مو مشكلة، لأنه صار كتير عادي، في كتير ناس هيك والشغلة عادية، ما في مشكلة، رح يتقبلوك هيك مثل ما أنت. خراس ولا؟ عم انزح. خراس ما بقى تعيد هذا الحكي ماشي؟ إيه كمان، مرة تانية بضربك عن جد وما رح مرق لك إياها، شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ انتبه لكلامك. خلص هو شبك، عم امزح معك، البنات هن الجنس اللطيف، مكانهم أو حالتهم الاجتماعية. قصص ما في حدا بيسأل عنا أخي. أنا بتهمني هاي القصص. طيب، في شغلة. عندي سؤال واحد وبعدها ما عاد اسألك اي شيء، وعد ماشي؟ احكي. شو بدي الحقيقة؟ ايه، في شيء مرة بحياتك حسيت بانجذاب او تحركت مشاعرك تجاه بنت؟ كيف ما فهمت، احكي. قصدي شيء مرة هيك حسيت بشيء غريب لما شفت بنت حلوة، او انه دقات قلبك صارت تزيد اكتر وقتها ما اهتميت بمكانتها او بهذا الحكي؟